اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين. السلام عليكم، لكيف صباح الخير، نهاركم زين. اليوم أنا في حانوت اللي في بلعلة، حانوت اللي في بلعلة وين جاي جيتو لمدرسة النخبة، وقدامه بوتيك روزا، مدرسة النخبة ومسميه بوتيك روزا. اليوم أنا في حانوت اللي في بلعلة، جبنا لكم سلعة جديدة، جبنا لكم هادو لي بواز والله الوازيس، جبنا لكم من الصغيرة للكبيرة يخبيو فيها الجوي لولادهم، والله يخبيو فيها مطباسة والله لماعن، صرتو للناس اللي تعود أكثر من راحلة والله تخبي فيها قش لي بيبي. والله المرة اللي عندها لي جوي قلت ولادها مطيشين بالأرض، والله شي بباطا كيما هذي كاين حجم صغير وكبير، شي وحدة كيما هذي وتتهنى كاينة من 95 ل 160، هذيك المتوسطة كاينة، هذي صغيرة تاع 95 بلي كولير، وكاين الكبيرة، الكبيرة خلاص دير ب 160، كاين ثاني بلي كولير، كاين فيها الأزرق وفيها المارو وفيها التروسبارو وفيها الجون، كولير دراري وبنات. عندنا هذي الفورتشوسير تاع تاع صبابط حشيق، هذي دير ب 100، فيها كاتيطاج دير ب 100، هذي راهي صولد. جبنا لكم طابلة تاع البحر، طابلة تاع البحر فين هذي نوعية مليحة، هاهي هذي دير ب 140. 140 حاجة صوليد وحاجة مليحة، هذي راهي غير ب 140، هاي عندها رجلين من تحتها وتطبق، هذي ب 140. عندنا البانيويت اللي وصلنا على البانيويت، رانا جبنا لكم البانيويت، البانيويت هاني عندنا من حجم صغير لحجم الكبير، فهمي؟ عندنا الصغير يدير ب 65 وعندنا الكبير يدير ب 85، هذا الكبير وفيه ليكولات 85، وعندنا باسينة بقات حبة الأخرى 85. عنا هذا البانيو هذا الصغير ولا باسينة صغيرة، هذه تحكي فيها القش، هذه تخرج لك القش على الكيف كل ماشينا، هذه تخرج لك القش مني، هذه راهي ب 65، هذه راهي ب 65، البانيو الصغير ها هو 65 وبلي كولير. جبنا لكم طابورية تاع الولاد الصغار فيه يقعدوا، فيه ثاني في كولير تاع دراري وبنات، ها هو فيه ظهر تاعهم منور باش مليح ميطيحوش، ها هو هذا يدير ب 35، فيه لي كولير دراري وبنات. كاين طابوري هذا اللي دخل جديد، الله يبارك شوفوا واش مليح وما مسحيح ما يبزج، هذا راهو ب 35، وكاين هذا الموديل 35 ثاني حاجة مليحة 35 وما يفزج، هذا راه ما يفزج حاجة مليحة، يعني كي تديه ديما تهني. وكاين تاع الماكارون هذا جديد ثاني، شوفوا الله يبارك شي هبل، شوفوا هذا راه ب 35 ثاني، شوفوا كيف مخدوم وصحيح حاجة صوليد يعني مليح، هذا راه ب 35. عندنا السجلاج، السجلاج نشوفي القش هاهو يدير 220، الكمية راهي متوفرة بقوة يعني اللي يحتاج منو يجي. مرحبا بكم عندنا في بلعلة، في بلعلة وفي العبيدي كيف كيف، عندنا لهنا ولهي 220. عندنا طابلة تاع البحر موديل اخر، موديل يطبق يعني عندك فيه تحط الكيسات تاعك، تحطي لي كوب تاعك باه ما يطيح لك لا من لا من، اللي جاب معايا القهوه يحط القهوه، اللي شاب معايا كاجي يحط فيه الجي، ما يتكسر ما يطيح لك ما والو ما يسيح لك. هذه راهي غير بمية صول وفيها بزاف لي موتيف، هذه راهي غير بمية. عندنا هذا البورتمون ديالي تاع العرائس نخبي فيها القش، ولا مش شرط للعرائس يعني، هذه للنساء المحظوظات، كاينه من الحجم الصغير للكبير 55 صغيره، 75 المتوسطه، وب 110 الكبيره خلاص. لو كان ندخلو الحانوت الداخل، الحانوت الداخل طابونيات راهم متوفرين بقوة. عندنا لي موديل، عندنا 35 35 35، كاين 25 وكاين 15. عندنا هذه البالية أكرمكم الله، مسرحة بها بالبالة تاعها، ما ضلي طابزي معانا الأخت الكريمة ما والو، ها ديري هذي وهاكي بيتها وهاكي كملي وسخ حاجتك، ها هادي راهي ب 85 وفيها لي كولير. عندنا الطابوري هذا اللي يطبق، طابوري اومينطو يطبق ما يحكمش البلاصه، هذا راه ب 35، كي تحب تطبقيه اختي العزيزه ولا خويا العزيز دخل له هادو الجناب والبويض كي يطبق هاك خيول، ها تهزي معاك منها ما يتعبك ما والو ما يحكم البلاصه، حبيت تدي معاك اختي للدوش، حبيت تدي معايا خويا للخدمه للحانوت،
ها هذا راهو غير 35 وفيه لي كوليه. جبنا لكم هذه بدون النشافة اكرمكم الله، بدون به بالنشافة تاعو، ها هو فيه النشافة تاعو وين تغسل وين تعصر، وفيه دوبل النشافة، فيه زوج نشافات، يعني كي تخلطي بهذه والله اون كتفزت لك هذه، هي ما تفزت اي نشافة حاجة مليحة. هذا راه يدير فلفل، ياه يدير فلفل، يعني النشافة تاعو الله يبارك مليحة، ها هذا راه يدير فلفل. كاين طابوري هذا الموديل جديد، كاين يطبق من تحت بلي كولات، هذا راهو يدير 45. شحال هادو؟ 45 85 اخاتي. عندنا لي كلاصير، عندنا من صغيرة لكبيرة، فيها رجلي حاجة مليحة، وعندك فيها تحطي الكاس انا ما يتكسر لك ما والو، ما يطيح لك، ما تظلي تحطي تحتها حاجة باه تجيك عالية. هذا راه هذه راهي دير ب 130، راهي صول، وكايدة الكبيرة تاعها دير ب 175، فيها الرجلين وحاجة مليحة. القراع تاع الماء، القراع تاع الماء رانا صلديناهم منا ومن هي، راكي تعجبي وحده ب10000، حنا وحده ب8000، يعني كي تدي ثلاثه ب20000. ها ومليح، تقولوا ماهوش مليح، والله حاجه مليحه، انا راني مستعملتهم ومليح. عندنا لي كروناد كلاص، كروناد كلاص عندنا حجم صغير وحجم كبير. عندنا الحجم الكبير هذا، هذا راهو يحكم لك 3 سنين 4 سنين 5 سنين نورمال، الماء تاعو دوريجين هو هو ما يتبدلش، تحكم لك 20 ساعة برودة، يعني بيتيها في الكونجيلاتور 3 أيام 4 أيام ونحيها وديها معاك وين حبيتي، راهي الماكلة والماء واللاجي ولا الكازوز ولا الحليب راهو يقعد لك كيما راه، ما يفزد لك ما والو. وكاينة الصغيرة تاعها ثاني الماء دوريجين يقعد هو هو، تحكم لك 13 ساعة برودة، هذه راهي دير غير ب20. كي تشري كلاسير اشي معاها وحدة هذي وكولي بالطمنة معاه. عندنا القشيره تاع البطاطا دير لها صول، هذه راهي غير ب15، 150. هذا البازيس ب125. جبنا لكم تيلو تاع تباقي، يعني انا حندير لكم لايف خفيف برك حتى نجينا سلعه، انا نستناو في سلعه جديده دينا حتى يدخل لايف جديد وبقوه ثاني. قلنا عندنا تيلو تاع تباقي هذا يلزق بالسكراتش، اللي عنده تاقه تاع الومنيوم يلزق بالبيستولي ولا بالكولا، هي بيستولي احسن، واللي عنده تاقه تاع حطب يدير بالبيناز ولا بالصوماس. تلزقي السكراتش هذا الاول، كي تلزقي السكراتش لزقي عليه التيلو هذا، بيك تحبي تنحي نحي بالجنب على روح، فيه لي كولير وكل، فيه البلو، فيه الكري، فيه الكرونا، وفيه نوار، وفيه البلو كرواس. البيدون اللي يطبق اكرمكم الله تاع السياق، ها هذا راه ب 65 في لي كولير وكل، هذا